احنا بعد الحرب ما كناش ننام في الليل يمكن ساعتين، نشتغل ليل مع نهار عشان نسلك الناس، حتى الناس لقيتها بتحط نمل بتحط كذا. وضع غزة كان تعبان قبل الحرب وزاد سوء بعد الحرب، والناس كانت يعني متعودة انه بعد الحرب يصلحوا مباشرة، حتى الناس مش متفائلة خير كمان، يعني متفائلة يعني فبقول يعني لسه ممكن الحرب يتجدد في يعني في فترة بسيطة. الناس خايفة تسوي، اللي معاه خايف يسوي، واللي ما حوش ما هو اصلا مش مسوي. لما البيت بكون الزجاج متكسر في الدار والشبابيك، حتى الجو بكون كئيب بالنسبة للصغار والكبار، بس عندما بتصلح الصغير بفرح الكبير بنبسط، حتى يعني فيش يعني زي يعني بصير فيش أثر حرب في البيت. Want more? Download the AJ Plus mobile app and join the conversation. Available in your app store now.